ايه ده؟ كنت فين يا ست نيفين؟ هما الجماعه فين؟ البي خرج مع سي مراد عشان يتعشوا بره. طب وطنط صفيه؟ طلعت اوضتها يجي من ساعه. هي الساعه كام معاكي يا هنيه؟ معايا؟ تجي لها يا اختي كده الساعه 12. لا دي الساعه 9 ونص. ايه؟ 9 ونص ازاي يعني؟ زي ما بقولك كده، الساعه دلوقتي 9 ونص، وبابا لما يرجع ويسال نيفين رجعت الساعه كام يبقى رجعت 9 ونص. فاهماني يا هنيه؟ ها؟ فاهمه يا ست نيفين. طب تصبحي على خير. انت من اهله يا ست نيفين، هو ايه اللي بيحصل ده؟ الحمد لله سماح. انا اسف اذا كنت ضايقتك او سببت لك اي احراج، بس ارجوك يا سماح، انا عايز اتكلم معاك في موضوع مهم. فكري انا وعدت جلال. انا كمان وعدت يا سماح، عشان كده بعدت عنك، بس ارجوك عشان خاطري انا عايز اناقشك في موضوع مهم، وصدقيني مش هاخد من وقتك كتير. اتفضلي. ايه خايفه جلال يشوفنا؟ الحكايه مش خوف يا فكري، الحكايه ان انا مش عايزه اذي مشاعر جلال. كفايه انه كان متحضر قوي معانا. هو فعلا انسان متحضر جدا، وانا قدرت موقفه واحترمته، لكن في نفس الوقت صعبان عليا علاقتنا تنتهي بالشكل ده. احنا ما كناش بنتسلى ولا بنهزر يا سماح، دي كانت علاقه حقيقيه. عشان اثبت لك بقى واثبت لاخوكي ان كنت جد في علاقتي معاكي، انا اشتغلت بالليل على تاكسي بتاع واحد في حتتنا، والحمد لله رب العالمين ربنا قدرني وعملت قرشين واشتري تاكسي واشغله لحسابي واجي اخطبك. اخطبني؟ ايوه يا سماح، هاجي اخطبك وانا عارف ان اهلك هيرفضوني، لكن لازم اثبت لجلال اخوكي اني ما كنتش بتسلم عليك. انا من رايي ان احنا ناجل الموضوع ده شويه فكري. يعني انت خلاص مش عايزاني يا سماح؟ انت حتى مش عايزاني اصلح صورتي قدام اخوكي. انا مش عايزاك تشتت نفسك، انت كده مش هتلحق تذاكر، الصبح بتقف في الكشك وبعد الظهر بتشتغل على التاكسي، هتلحق امتى تحضر المحاضرات؟ تذاكر امتى؟ سماح انت طول عمرك بتشجعيني، مش عارف ليه حاسس النهارده انك بتكسري مقاديفي. بالعكس يا فكري، انا نفسي تبقى احسن انسان، نفسي تحقق كل احلامك، بس انت كده بتحمل نفسك فوق طاقتها. مش مهم، المهم ما افضلش واقف مكاني، انا عايز في خلال سنه ولا اتنين اخرج من دوامة العكس والفقر اللي انا عايش فيها، ساعتها بقى اقدر اطلبك من اخوكي واكون جدير بيك. ده اللي حصل والله يا جلال، كان لازم اسمعه. يا خسارة، يا ريت ظروفه كانت احسن من كده، انا كنت وافقت عليه على طول، بس هو بجد ظروفه صعبة. على كل حال انا بحترم ظروفه ومقدر كفاحه، على الاقل ما هو زي العيال المستهترة. فكري ده انسان ممتاز. سماح، أنا ما بحبش أدي نصايح لحد، لكن أنتي أختي، ما تشغليش نفسك بأي حد تاني إلا بعد ما تخلصي الجامعة، ولو فكري كان لسه بيحبك ومتمسك بيكي وقدر يحقق حاجة خلال السنين اللي جاية، أوعدك إني هقف جنبه وأساعده، ده لو أنت يعني كنت لسه عايزاه. مالك يا نبيل؟ انت مستنيه حد ولا ايه؟ شريف بقاله كام يوم مش باين. يا اختي افتكري لنا حاجه عدله، انا عارفه ايه اللي مخليكي متمسكه بالواد ده. اوعي تقولي لي انك بتحبيه. للاسف كنت بحبه، او كان بيتهيألي اني بحبه. حد يحب شريف؟ يا بنتي ده واد صايع وضرب الدنيا صارمه، وراهنك ان كان هينفع السنه دي. تزعليش من كلامي. لا انا زعلانه من نفسي. ولا تزعلي من نفسك ولا حاجه، اهي وتعدي، بس اوعي بقى يتنطط لك وترجعي له تاني. ده واد يا بنتي مفيش منه فايده، بس شبهه كده على الفاضي. حاولي تخلصي منه بقى علشان خاطري.
شريف افتح يا شريف، انا عارفه انك جوه. ايه الحكايه؟ قافل على نفسك الباب ده ليه؟ اتاخرت ليه؟ كلمتك في البيت قالوا لي ان انت مش موجوده. وهو انا مش قلت لك 100 مره ما تتصلش بيا في البيت؟ قلقت عليك يا حبيبتي، افتكرتك مش جاي. المهم جبت الفلوس؟ اتفضل. ايه دول؟ 80 جنيه بس؟ انا اضطريت ابيع اسورتي عشان اجيب لك المبلغ ده. خلاص مش هقدر اجيب لك فلوس تاني، اعمل حسابك على كده. نيفين انا مش عايز اسمع منك الكلام ده تاني خالص. انتي مش بتحبيني ولا خلاص بطلتي؟ انا مش عايزاك تدمر نفسك، مش كفايه كل سنه بتاخدها في اتنين؟ بلاش بقى تدمر صحتك كمان. وعموما انا مش هساعدك تاني. يا ستي كفايه نصايح بقى، انا زهقت. على كل حال انت حر في نفسك، بس مالكش دعوه بيا من هنا ورايح. ماليش دعوه بيكي يعني، واللي بينا ده يبقى اسمه ايه؟ شريف احنا لازم نسيب بعض، انا حاسه انك بتغرق وبتسحبني معاك. وفيها ايه يعني لما اسحبك معايا؟ انت مراتي ولازم توقفي معايا للنهايه. انت اتغيرت يا شريف، ما بقتش الانسان اللي انا حبيته وقبلت ارتبط بيه. بابا لو عارف هتبقى مصيبه، عشان كده لازم ننفصل بهدوء. نيفين يا حبيبتي انا ما ضربتكيش على ايدك عشان تعملي حاجه، يعني انت اتجوزتيني بارادتك، وبعدين انت مش كنتي بتقولي هفضل معاك لغايه اخر العمر؟ ايه اللي حصل يعني؟ ولو كان على الفلوس اللي خدتها منك هرجعهم لك على داير المليم. اه شريف هتقدر تصارح اهلك بعلاقتنا؟ لا طبعا، هو احنا مش متفقين على كده؟ لما ابقى اتخرج ان شاء الله هبقى اقول لبابا. بعدين ما يبقاش دمك تقيل بقى، شوف لنا حاجه ناكلها. عندك ايه يتاكل في المطبخ؟ هتلاقي عندك فرخه وصينيه مكرونه. حاضر هحضر لك الاكل حالا. الورقة اللي انتي بتدوري عليها مش هتلاقيها هنا، شايلها في مكان مش ممكن يخطر لك على بال. عامل حساب يوم زي ده؟ يا شريف أرجوك نتفاهم بالعقل، احنا لازم نسيب بعض. مش هيحصل أبدا، وبعدين ما تتكلميش في الموضوع ده تاني. لحسن والله العظيم لو فتحتي بقك هبعت صورة من ورقة الجواز العرف بتاعنا لأبوكي، وساعتها بقى شوفي منظرك هيبقى عامل ازاي. كده ليه؟ اصلي رحت السينما مع صحابي بعد المحاضرات. طب مش كنت تطلبينا في التليفون عشان نطمن عليكي؟ معلش يا بابا انا اسف. ومين بقى اصحابك دول اللي رحت معاهم السينما؟ ابتسام وهدى ومنى. ابتسام؟ طب اطلبي لي ابتسام على التليفون. اطلب لك ابتسام ليه يا بابا؟ هو حضرتك مش واثق فيا؟ ابدا انا واثق فيكي جدا، بس انا عايز ابتسامة دردش معاها شوية. الو مساء الخير يا طنط، ممكن اكلم ابتسام؟ لسه ما رجعتش؟ طب ميرسي يا طنط، حضرتك تبقي تبلغيها اني اتصلت وخليها تكلمني ضروري لو سمحتي. باي باي. تحب يا بابا اتصل لك بهدى منى كمان؟ مفيش داعي، بس اسمعيني بقى يا نيفين،
انت بنتي الوحيدة اللي طلعت بيها من الدنيا. مامتك ماتت وانت عندك 6 سنين، فاضطريت ان انا اتجوز صفية عشان تخدمك وتراعيها. اشترطت عليها ان هي ما تخلفش عشان ما نجيبش اولاد يشاركوكي حبي واهتمامي. ده كان هدفي الوحيد من جواز البنت صفية. ربنا يخليك ليا يا بابا، ما يحرمنيش منك ابدا. نيفين، انا شايف ان انا ربيتك كويس، اديتك الحرية والثقة، ووفرت لك كل حاجة تتمناها اي بنت في سنك. بس لو خيبت ظني وطلع في يوم من الايام انك بتكذبي عليا، حسابي معاك هيكون صعب، صعب قوي. عشان كده حبيبتي عايزك انت اللي تحاسبي نفسك وضميرك، ما تجبرنيش ابدا ان انا اللي حاسبك. فهماني يا حبيبتي؟ اطمن يا بابا، عمري ما هخيب ظنك ابدا. ست نيفين، ست نيفين، الفطار جاهز، يلا عشان تروحي الكلية. طب يا هنية، أنا صحيت خلاص، سيبيني بقى. لا، ما أنا مش هخرج من هنا لما تفوقي خالص. مش أنا أخرج من هنا وأنت تنامي تاني من هنا. مالك يا ست نيفين، في إيه؟ سلامتك يا ست نيفين، سلامتك. اندهلك الست صفية ولا عزيز بيه؟ اوعي اوعي يا هنية، اوعي تجيب سيرة لأي حد اني تعبانة. فهماني يا هنية؟ فاهمة يا ست نيفين، فاهمة. شريف، 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 قوم فاز اصحى. في ايه يا نيفين؟ كل يوم تصحيني من الفجر. الفجر؟ معاك حق، ما انت سهران لوش الصبح. اقدر اعرف بقى كنت سهران مع مين؟ كنت سهران مع اصحابي، في مانع ان اسهر مع اصحابي؟ هو ولا منك ولا كفايه شرك؟ في ايه؟ في موضوع مهم قوي عاوز اكلمك فيه، بلاش الاستهتار اللي انت فيه ده. انا حامل. هو انت ما سمعتش ولا ايه؟ لا سمعت، بس مش فاهم يعني عايزه ايه. عايزه ايه؟ عايزك تفكر في المصيبه اللي احنا فيها وتشوف هنحلها ازاي. قصدك المصيبه اللي انت فيها، وانت اللي هتشوف الحل بتاعها. شريف، ده مش وقت ندالة خالص. انا اعصابي تعبانه من ساعه ما عرفت ومش عارفه اتلم على نفسي. لازم نتصرف قبل ما اللي في البيت ياخدوا بالهم. ما تسالي صاحباتك، انا عن نفسي ما ينفعش افيدك في المواضيع اللي زي دي. يا شريف، انا ما اقدرش اقول لحد عن المصيبه اللي انا فيها. لازم تيجي معايا لاي دكتور. معقوله يا ربي الواحد يصحى الصبح على المشاكل السخيفه دي؟ انا لو كنت اعرف ان الجواز بايخ بالشكل ده ما كنتش اتخبطت في دماغي واتجوزتك. امال فاكر الجواز ايه؟ هزار ولعب وتسلية وبس. بصراحة الجواز عندي هزار ولعب وتسلية، وبعدين انا لسه صغير على النكد بتاعك ده. نحل المشكلة وكل واحد يروح لحاله. قولي كده بقى، تكونيش عاملة الحكاية دي كلها عشان تزهقيني واطلقك؟ انا ولا عبيط ولا اهبل، ومش ممكن هسيبك ابدا. احنا مع بعض للنهاية.
تفضلي استهي. ميرسي يا هنية. هنية شوفي الطباخ محتاج لي ايه واشتريه، بس ما تتأخريش. حاضر يا ست هانم. عايزة حاجة هنية؟ أيوة ست هانم، كنت عايزة أقول لحضرتك على حاجة، بس يمكن اللي هقوله ده هيعمل مشكلة، بس لازم أقولك. بس الحكاية مش عارفة أقول إيه. ما تتكلمي، خش في الموضوع على طول. بس وغلاوة الست أمل، ما تقولي إن أنا قلتلك أحسن عيش يتقطع في البيت ده. وبعدين معاك يا هنية، ما تتكلمي. الست نيفين بقالها كام يوم كده مش على بعضها. يعني ايه مش على بعضها؟ يعني بتبقى دايخه كده وتبقى عايزه ترجع. وبعدين بقى انا ست وافهم في الحاجات دي. قصدك ايه؟ ما قصديش حاجه يا ست هانم. الست نيفين زي بنتك وامرها يهمك، واذا هي ما اتكلمتش مع حضرتك واجب انك تكلمي معاها. يمكن تكون واقعه في مشكله ولا حاجه ومحتاجالك، مش لاقي حد يسمعها يا ست هانم. ايوه بس هي اللي قالت لك حاجه؟ يعني معقول يا ست هانم نتكلم في حاجه زي كده؟ امال جبت الكلام ده منين؟ وانا بصحيها عشان تروح الكليه دخلت الحمام وقعدت ترجع، ولما طلعت قالت لي اوعي تجيبي سيره لحد يا هنيه. لو اللي بتقوليه ده حقيقي تبقى مصيبه. هي مصيبه بعقل البه، لو عرف هيطربق الدنيا. الحاجات دي ما فيهاش ياما، ارحميني. وانا في ايدي ايه اعمل؟ هتكلم معاها في موضوع حساس زي ده ازاي؟ هحل المشكله دي ازاي؟ وانا لا مؤاخذه هقول لك هتعملي ايه يا ست هانم. شوفي اللي ضحك عليها، اقعدي معاه ودلي الموضوع. ايوه بس يا هنيه انا عمري ما اتكلمت مع نيفين في موضوع خاص زي ده، هي دايما بتصدني. معلش يا ست هانم، انت في مقام امها برضه، خليكي انت الكبيره وقفي جنبها. قدامك ساعة واحدة بس تخلص اللي في ايدك وتقوم تلبسي عشان نخرج، الدنيا ليلك. هنخرج نروح فين يا بابا؟ انا عزمك على السينما، وبعد السينما ان شاء الله برضو عزمك على العشاء. يا بابا يا حبيبي انا عندي شغل كتير جدا، انا لازم اقرا كل الكتاب ده وترجم منه فصلين. ما هو انا لازم اروح السينما ودمها تقيل قوي لما اروح لوحدي. يا ستي اما نرجع يبقى خلصي شغلك، واللي ما يخلصش النهارده يخلص بكره. انا هروح البس. ها حاضر يا بابا. شكرا، تحت امرك يا فندم. ايه يا بابا شكلك كده عايز تقول حاجه؟ رأفت اتصل بيا النهارده. رأفت؟ رأفت مين؟ جمال لك ايه يا نواف؟ لحقت تنسى رأفت جوزك؟ اولا هو ما بقاش جوزي، ثانيا بقى هو بيتكلم عاوز ايه؟ الراجل حس بغلطته وعاوز يعني. حس بايه يا بابا؟ اظن ما هو فاكر ان انا ممكن ارجع له تاني. انا بقول يعني نفكر شويه في الموضوع. على كل حال رأفت مش وحش قوي للدرجه دي، واللي حصل بينكم وبعض ده خلاف عادي ممكن يحصل في اي بيت. الانانيه والوقاحه بتسميهم خلاف عادي يا بابا؟ انت نسيت ولا ايه؟ ده كان هيجنني. انت مش فاكر قد ايه وقف ضدي ايام الماجستير؟ اوعى تفتكر ان رأفت في يوم من الايام ممكن يتغير يا بابا. كل انسان ممكن يتغير. شوف يا نوال، ممكن العند يوصل الانسان لطريق مسدود. وما تنسيش برضو انك يعني لك بعض اخطائك. جرى ايه يا بابا؟ هو حضرتك هتاخد صف ولا ايه؟ انا طبعا كنت سعيد ومبسوط قوي لما خدت الدكتوراه وبقيت استاذه في الجامعه، لكن هبقى اسعد من كده لو اسيبك في بيت راجل يحميكي. يا بابا يا حبيبي انا مش محتاجه لحمايه حد، وبعدين انا بقى مسؤوله عن نفسي اجتماعيا وماديا. ما هو ده اللي قلقني عليك يا نوال. انت طبعا في الجامعه ومعك اساتذه كتير ودكاتره، بس كلهم متجوزين. ما فيش راجل مهما بلغ شانه ممكن انه يستغنى عن البيت والاسره.
والست كمان لازم لها البيت والراجل حتى ولو كانت وزيرة. دي سنة الحياة يا بنتي. اوعى تفتكري ان شدك والمركز المرموق اللي انت فيه ممكن يديوكي السعادة الحقيقية او يوفوكي كل متطلبات الحياة. لا يا بنتي، الوحدة وحشة قوي. حاجة يا طنط؟ لا ابدا، كنت زهقانة شوية قلت الاقي كتاب اقراه. بس انا ما عنديش كتب للتسلية، كتبي كلها للمذاكرة وبس. ولا مجلات؟ دي اوضة نوم يا طنط، مش صالون حلاقة. وبعدين انا عايزة اعرف بقى، انت ايه اللي دخلك اوضتي وانا مش موجودة؟ كنت عايزة ايه بالظبط؟ اسمعي يا نيفين، انا عايزاكي تعتبريني زي والدتك وتفتحي لي قلبك. مالك اليومين دول عماله تلفي وتدوري وكانك عايزه تقولي حاجه؟ انت ليه مصره تبعدي عني؟ لو عندك اي مشكله انا مستعده اسمعك. انا بقى ما عنديش اي مشاكل، وحتى لو في يوم حصلت لي مشكله انا اعرف احلها لوحدي. خليك انت في حالك وما تشغليش بالك بيا قوي كده. بالمناسبه يا طنط، اخبار امل ايه؟ بتشوفيها؟ بتحلي مشاكلها؟ تعرفي اذا كانت زعلانه ولا مبسوطه؟ ارجوك يا طنط خليكي كده زي ما انتي، وما تحاوليش تلعبي دور ما هوش دورك. وانتي كمان ما تبقيش تسيبي روشته مهمه زي دي في البيت، فاهمه؟ قررت تنزلك عن الاجازه بتاعتي عشان تنزل تخطب امل. يلا يا عم. لا يا راجل، ده انت بقالك كتير جدا ما نزلتش. ما فيهاش حاجه يا اخي، لما اتاخر عليهم كمان شويه. المهم الحق بقى، انت جهز نفسك عشان امل زمانها مستنياك، مش عايزك ترجع الا وانت لابس الدبله في ايدك. متشكر قوي 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 يا فادي. مبروك. الله يبارك. مبروك يا سالم. الله يبارك فيك يا حبيبي. امل، سامح، المفاجاه الحلوه دي اعمل ايه يا ستي؟ ما دام انت مصممه تقعدي في اوتيل اليومين دول وحشتيني، قلت اجي اسال عنك. انت كمان يا سماح وحشاني. بصي انا عندي اخبار حلوه قوي ليكي، سالم اخويا نازل اجازه الخميس ده وعرف ان باباكي هنا فعايز يتمم الموضوع وبسرعه جدا. الله، احنا فينا من كسوف ولا ايه؟ ها قلتي ايه؟ هو بصراحه بابا نفسه يشوف سالم، انا كلمته عنه كتير قوي. ربنا يتمم لك بخير، بس المهم يا امل احنا مش عايزين حاجه تعطل الموضوع المره دي. انت عارفه يا سماح، انا من ناحيتي انا موافقه وبابا كمان موافق. طيب وعمك عبد الخالق؟ عم عبد الخالق مجرد جوز عمتي وملوش كلمه عليا بعد بابا، ولو فضل على رايه ده في رفض سالم انا مش هقعد عندهم في البيت تاني. اصل انت ما تعرفيش يا سماح انا محتاجه لسالم قد ايه. ربنا يخليكوا لبعض. ورينا يا سيدي. لسه عاملها في ورقه ناقص. لا حول ولا قوه الا بالله يا استاذ عبد الخالق، ورق ايه اللي ناقص؟
ده انا بقيت جاي لك اكتر من 8-9 مشاوير. الله، وانا بقى يعني اللي جاي واشوف سحنتك كل يوم والتاني؟ انت اللي مزاج عندك تعطل روحك. كذا مره اقول لك فيها اوراق ناقصه انت ما بتجيبهاش. طب فين اعلام الوراثه؟ فين شهاده الوفاه وشهاده الميلاد وكشف العيله والبطاقه العائليه بتاعت المرحوم؟ يا استاذ عبد الخالق، انا اديتك الورق كله المره اللي فاتت، وحضرتك اللي حطيته في الملف بتاعي. يا استاذ ما يشرحش، وانا يعني كذاب؟ انت كده بتعطل روحك وبتعطل مصالح الناس اللي وراك. خد يا عم خد، حضر الورق اللي انا قلت لك عليه ده، وتعالى على دماغي من فوق اعمل لك كل طلباتك. اللي بعده انا بقى ورقي كله جاهز، وجايب لك من كل شهاده نسختين عشان ما يبقاش في حجه. علينا يا محترم. استاذ عبد الخالق، في واحد مستنيك تحت، ولا ادي لك الكارت ده؟ طب بقول لك ايه، اي حد يسال عليا انا في الحمام. طب ليه كده بقى يا استاذ عبد الخالق؟ ما تخلص اللي في ايدك بقى الاول. يا استاذ مفيش رحمه، مفيش انسانيه، تعبان مزنوق، ما اعملش زي الناس يعني، اعوذ بالله. يا الف اهلا وسهلا يا مراد بيه. خطوه عزيزه، ايه المفاجاه الحلوه دي؟ اركب يا عبد الخالق بيه، اتفضل. لا مؤاخذه يا مراد بيه، انا اصلي سايب الناس طوابير فوق ولسه بدري على ميعاد الانصراف. يا راجل، وانا بزورك كل يوم، اركب اركب. لا ما مش الفكره، بس سعادتك عارف الناس ما بترحمش، واصل كل واحد هنا بيجي المصلحه له خدمه لازم تتعمل، ولو اتاخرنا بقى بيبرطموا ولسانهم طويل، وانا راجل احب امشي دغري. طب ايه راي سعادتك لو تشرفتي فوق تشرب كوبايه شاي معتبره كده على بال ما تيجي الساعه 2 وابقى تحت امرك؟ لا هو انا كده بقى ممكن ازعل منك. يا راجل اركب اللي تشوفه يا بيه. يلا يا راجل. ها عملت لي ايه في موضوعي يا ابو الخالق بيه؟ قصدي سعادتك امل يعني. واحنا في بينا مواضيع تانيه؟ الحقيقه والدها رجع من السفر، هو بقى المفروض انه يتولى الكلام مع سعادتك. ازاي بقى؟ ده انت الخير والبركه يا راجل، الكلمه الاخيره كلمتك. بس لو انا اعرف انت ليه سعادتك بتمثل بامل لي؟ البنت دي مطيوره مش هتنفعك. انت شايف اني مش هقدر عليها ولا ايه؟ لا سعادتك تقدر عليها ونص، وانت شويه. بس بصراحه يا مراد بيه، البنت متعلقه بجربه، انا ما مش عارف داخل مخها ليه. ظهر بقى علشان البدله، اصل فيه بنات كتير قوي بيحبوا الظباط. عبد الخالق بيه، انا عايز اعرف هتقدر تساعدني ولا لا؟ باذن الله، ما دام سعادتك مصمم انا تحت امرك. طب ايه رايك بقى نروح نتغدى في اي حته؟ غدا؟ ده انا بقالي اكتر من 25 سنه متجوز، عمري لا فطرت ولا اتغديت ولا اتعشيت بره. يبقى جه الوقت اللي اتغير فيه شويه من عاداتك دي ولا ايه؟ خلاص يا مرادي انا تحت امرك. بس بصراحه انا اصلي كنت واعد الجماعه ان انا اشتري لهم غدا وانا مروح، وخايف لو اتاخر عليهم يتخضوا. ولا هيتخضوا ولا حاجه يا راجل، بالعكس دول هينبسطوا قوي قوي. يلا بينا. صدقني يا عزيز انا درست المشروع كويس قوي، لازم تشاركني فيه، هنكسب 100%. الحاجه الوحيده اللي مضمونه في البلد دي اي حاجه عن الاكل. قرارك يا صلاح، احنا هنربي ارانب على اخر الزمن، واحنا نفهم ايه في الحكايه دي؟ يا سيدي مش لازم نفهم، نجيب حد بيفهم. احنا كل اللي محتاجينه حته ارض، ودكتور بيطري يعدي كل شويه على المزرعه. انت عارف ان احنا مثلا لو جبنا 1000 ارنب ممكن يعملوا مثلا 1,000,000 ارنب. انت عارف الارانب بتتولد بسرعه، ده حتى لو حسبنا الفائد 20%. لا 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 انا ماليش دعوه بالمشروع ده خالص، خليهولك يا سيدي. طيب بيع لي حته الارض بتاعت سقاره. انت بتلف وتدور بقى علشان حته الارض دي؟ ها لا مش هو ده الموضوع. طب انت بتستفيد منها ايه؟ انا مستعد يا سيدي اديك 5,000 جنيه فيها. لا لا يا صلاح، انا الارض دي شايلها للزمن، وانا متاكد انها بعد كام سنه كده هتجيب سعر اعلى. حتى لو ما جابتش اديني ابني عليها حته فيلا صغيره كده اعيش فيها انا وبنتي، ونبقى بعيد عن زحمه البلد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تعال تعال يا مراد، شاركنا في مشروع الملوخيه بالارانب ده. لا اتغديت يا عزيز، شكرا.
لا احنا مش بنتكلم في الغدا، احنا بنتكلم في موضوع تاني خالص. مالك؟ كنت فين؟ ما انتش مبسوط يعني. اتغديت يا سيدي مع واحد قاعد يحاورني ويداورني ويلاوعني وما وصلتش معاه لعقد نافع ابدا. ويطلع مين الواحد ده؟ عبد الخالق جوز عمة امل. انت بقى مش ناوي تشيل الموضوع ده من دماغك خالص؟ شيله من دماغي ازاي بس يا عزيز؟ ما هو معنى اني اشيله من دماغي ان يعني يئست، وانا ما اعرفش ليه اسف الحاجات دي ابدا. انا محط حاجه في دماغي لازم اوصل لها. انا اسف لتطفلي بس اسمح لي اتدخل، يعني انا قصدي شامم في الموضوع ريحه ستات، صح؟ مظبوط كده. شوف يا استاذ، خدها نصيحه مني، مفيش ست في الدنيا تستاهل ان انت تتضايق عشانها. وإذا كنت واخد الموضوع كرامة وكبرياء فصدقني، أما تيجي تتضايق عشان حاجة ليها قيمة. على فكرة بقى يا مراد أنت معاك حق، ترجع نفسك مسدودة وكاره الدنيا وما فيها. في حد في الدنيا يا راجل يتغدى مع واحد زي عبده ده؟ إيه يا عبد الخالق؟ وهوشتني عليك، اتأخرت كده ليه؟ معزوم على الغداء. معزوم على الغداء؟ مع مين؟ ده مش شغلك يا فردوس. وايه اللي انت شايله ده؟ ما خلصنيش اكل لوحدي، قلت اجيب لك منابك انت وابنك. ده كباب. امال ايه؟ كباب وكفته وسلطه. خدي بالك ان الاكل ده يكفيكي 3 ايام. ومين اللي عزمك العزومه دي؟ عرفت الناس كنوز يا فردوس، بس يا خساره اكتشفت النهارده ان العمر ضاع. 30 سنه موظف. اكتشفت ان ما عشتش يا فردوس. ايوه يعني ما قلتليش مين اللي عزمك. اجري اندهي ابنك وتعال وكل الكلومتين كده قبل ما يبرد. يعني مش عايز تقولي مين اللي عزمك؟ يا وليه ما تبقيش لكاكه، ناكل الكباب الاول وبعدين ابقى احكي لك. صباح الخير يا دكتور، حضرتك كنت عايزني في حاجه؟ تعالي تعالي اقعدي يا امل. شوفي يا امل، أنا عاوز أتكلم معاك في كلمتين. طبعاً أنا عارف إنك طالبة متفوقة وإنك بنت سمعتك طيبة، رغم إنك اشتركت في المظاهرات الأخرانية، لكن برضو أنا متأكد إن في بعض العناصر هي اللي زجتك فيها. معلش بس أنا ما حدش ورطني ولا زج بيا، أنا كل تصرفاتي ببقى مسؤولة عنها ومقتنعة بيها. عامة مش هو ده الموضوع اللي عايز أكلمك فيه. شوف يا بنتي، احنا موجودين هنا في الكلية علشان مصلحتكم، وانا لا يمكن اقبل ان طالب او طالبة عندي يتعرض لابتزاز من اي حد. انا بصراحة مش فاهمة حضرتك بتتكلم عن ايه. امل قوليلي بصراحة، انت في حاجة بينك وبين الدكتور سعيد؟